عضو كتلة المستقبل أبغاز يوسف اعتبر في حوار بيروت اليوم أن من حق الكتلة السؤال البطريرك الراعي عن إيضاح حقيقة موقفه الأخير بشأن القضاء والمتهمين، وانتقد يوسف شبكة الاتصالات التي يعمل عليها حزب الله. كنت بفهم أنه شبكة خط أرضي بنسموه لاند لاين بين نقطة ونقطة للمقاومة إلى ضرورات الضرورات العسكرية، ولكن اليوم عم نشوف انه هذه الشبكه تعدت كونها شبكه للمقاومه. هذه الشبكه ممدوده مثلا في الضاحيه الجنوبيه من بيروت، حيث يحق للمواطن بشبكه حزب الله ان يتصل مع جاره من دون الدخول على الشبكه الرسميه، معناتها داخل على السنترال ومفرع من السنترال وفايت على بيتك وبيتي انا وياك عايشين بالضاحيه، بدل ما اطلبك على الرقم العادي اللي عندي اياه بطلبك على رقم 5 أرقام ونمدت هذه الشبكة بدل ما تمد بهذه الطريق اللي عم بحكي عنها لضرورات المقاومة، بدي تمدد شمالا وصلت على جبال لأنه في مقاومين بجبال، ومن جبال مدت على طرابلس في مقاومين بطرابلس، وطبعا وصلت على البقاع والبقاع الغربي والهرمل والجنوب، وهلأ بتطلع على الشوف. في شيء اسمه مقاومة في شيء اسمه غير مقاومة، تعطيكي تحت المقاومة صار في حرب 2006 صار في هدم دمار، طلبت المقاومة إعطاء رخص لاستيراد بطون وحديد لمشروع إعادة الإعمار، طيب على أساس خلص طلع إنه مش خالص، بعدها مفوت حديد وبطون لهلا من دون دفع جمرك. طبعا الأدوية اللي شفناها هذيك اليوم كيف بتصير؟